السلام عليكم ورحمة الله. كلنا قد سمع بحديث النفر الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث البخاري، 70,000 من أمته يأتون يوم القيامة على صورة البدر يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا وإياكم وأهلنا منهم برحمة الله تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين. فلما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنهم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، في روايات متعددة. ولعل الواحد منا يعجب ويتمنى ويقول: ما أسهلها، لا نكتوي سهلة، ولا نتطير، لا نتشائم، ولا نسترقي، يعني لا نطلب من أحد أن يرقينا. وهذا لا يدخل فيه التداوي والعلاج، العلاج والتداوي والاستطباب هذا شيء مستحب وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الاسترقاء، أن تطلب من غيرك أن يرقيك، لأن بإمكانك أن ترقي نفسك، هذه هي. طيب سهل، ماذا بقي؟ وعلى ربهم يتوكلون، نحن توكلنا على الله، ما أسهلها. إذن لماذا جعلت هذه الصفات التي تبدو بسيطة فقط هي علامات هؤلاء القوم الذين نجوا من حساب الله، يدخلون الجنة بغير حساب؟ أتدرون لماذا؟ لأن أصعبها ولأنها كلها تدور حول التوكل على الله، ولأن التوكل على الله المطلوب هنا هو حق التوكل على الله، حق التوكل، أن يكون لدينا يقين بالله سبحانه وتعالى. وأينا عنده هذا اليقين؟ ولا نقصد التواكل والاعتماد فقط على الدعاء دون أن نسعى ونمشي في الأرض كما أمرنا الله تبارك وتعالى: فامشوا في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أمرنا بالمشي، بالسعي إلى الرزق، إلى طلب الرزق، إلى قضاء الحوائج في هذه الدنيا. تسعى، طيب كلنا متوكلون، أين العلة؟ العلة في تمام التوكل، في تمام التوكل، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، وأنت موقن أن الله قادر على إجابتك، وهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا يا إخواني سر هذا الأمر، لا سيما أن هؤلاء 70,000 الذين ذكرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ومع كل واحد منهم 70,000، يعني 70,000 في 70,000، يعني 4,900,000,000 مسلم يدخلون الجنة بغير حساب. طبعا وهذا يشمل المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ مبعثه عليه أفضل الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، 4,900,000,000. لكن أينا يكون من هؤلاء الذين على ربهم يتوكلون، عنده توكل خالص لله، على الله تبارك وتعالى، لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، يعلم أن الله قادر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيبه إن شاء، ويسعى ويتوكل على الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في غزوة أحد عندما هزم المسلمون، أراد الله وكتب الله الهزيمة على جيش النبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذه الهزيمة أيضا جاء المنافقون والكفرة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، توعدوهم بمزيد من البطش والقتل،
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. تمام التوكل على الله، تمام التوكل على الله، أن تقبل على الله بكل جوارحك وأركانك وتعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء في هذا الكون مفاتحه بيد الله، لا يعطي ولا يمنع إلا الله، لا يصيبك شيء إلا بأمر الله، فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم املأ قلوبنا باليقين بك وبالتوكل عليك، واجعلنا وأهلنا والمؤمنين وأصحابنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.